يعني شغلات بسيطة، الترميم بيها بسيط، المختبر الشكل القذيفة عم جدته بس وحدي. أي شيء فني يخص الصحة طبعا من ناحية الصحة. يتعبون وما بين الجهد عليهم حتى خارج الدوام الجهد عليهم ما هو بين شاء الله. هاي شغلتنا استاذ يعني مجرد 29 امر يعني ثبتنا على ما حضرت ما اتى من اضافير ما تحنا فيش فعلا كل الاضافير خاصه عشان موظفين في البيت سهل اثنين بالنسبه للاعلام يعني احنا قاعد نعالج شغله العالم الثروه الحيوانيه محصوره بالنسبه لاسعارها في ذنب متدني والعلق قاعد عليه. اليوم قمنا بالزياره الى مستشفى البيطري في محافظه نينوى. طبعا خلال زيارتنا التقينا بالسيد الدكتور فؤاد مدير المستشفى وكذلك الدكتور يشار وبقيه الاطباء البيطريين في هذا المستشفى، وقمنا بالتجوال داخل اروقه المستشفى والاطلاع على واقع الخدمي الذي يقدمها المستشفى لمواطنين ومزارعين وفلاحين وتربية الأغنام والعجول في هذه المحافظة، حيث لاحظنا خلال زيارتنا بأن المستشفى تعمل بصورة جيدة وبسلاسة. هناك بعض الخدمات قد تقدم من هذه المستشفى لمربين الأغنام من اللقاحات ومن من جميع الخدمات التي يحتاجها المزارع أو المربين الأغنام، حيث هناك لجان فرعية جوالة تقوم بزيارة إلى الأقضية والنواحي لتلبية احتياجات المربين لهذه القطاع. طبعا هناك بعض المشاكل يواجهها هذه المستشفى، منها هناك بعض نواقص بعض الكوادر الإدارية في هذا المستشفى، وهناك بعض احتياجات كدائرة تحتاج إلى آثاث، وكذلك هناك مشكلة أزلية نستطيع أن نقول مشكلة أزلية، ألا وهي المحافظة نينوى بحاجة إلى مجزرة عصرية في محافظة نينوى لإسعاف الجزارين أو ما يسمى القصابين لذبح مواشيهم في هذه المجزرة. هناك عدة مجازر في محافظة نينوى وبعضها خارج المحافظة، هي قانونا ودستوريا يجب أن يكون المجازر خارج محافظة نينوى حسب تعليمات البيئة وتعليمات وزارة الزراعة. طبعا هاي المشكلة هم يعاني منها الأطباء البيطريين، لأنه إذا أصبح المجزرة حكومية تحت إشراف مستشفى البيطري يكون الإدارة مسيطرة أحسن من ما يكون المجازر الأهلية، يكون التنسيق بطيء أو يكاد يكون معدوم، لأنه مجازر الأهلية تحت سيطرة المستثمرين، تكون تحت سيطرة المستثمرين أو الأهالي من محافظة نينوى. لذا نحن بدورنا نوجه شكرنا وتقديرنا لجميع العاملين في هذه المستشفى بما قدموه ويقدمونه لأهلنا في محافظة نينوى لإنجاح عملية الزراعية وما يسموه الثروة الحيوانية في محافظة نينوى. تشرفنا اليوم بزيارة الأستاذ لقمان الرشيدي إلى مستشفى البيطري، واطلع الأستاذ لقمان على عمل المستشفى ووقف على كثير من جوانب عملها واطلع على المشاكل التي واجهنا خلال عملنا، ووعدنا بخيرا إن شاء الله بالحلول في السبيل أن تستمر العملية بخير ونجاح إن شاء الله.